بحضور مجموعة من الأدباء والمفكرين والشعراء تم توقيع ديوان شعر بعنوان عاشق وطن للأديب الدكتور حسن أحمد حسن في المركز الثقافي العربي بأبو رمانه. عندما نتحدث عن الوطن فالأمر الطبيعي أن نتحدث عن عشق الوطن، وعشاق الوطن يعني يتميزون بأن عشقهم خالص ولا يشوبه أي مكون آخر. الوطن ليس مجرد كلمات، كلمة ليس مجرد أحرف. الوطن هو هذه الشاقة التي يشعر بها كل مواطن ينتمي أو يعتز بانتمائه لهذا الوطن. الوطن هو شقشقة الفجر، هو زقزقة العصافير، هو هديل الحمام، هو يعني احتضان الأمهات، هو انتظار الحبيبات لحبيبهن، كل منهن لحبيبها، هو ضربة فأس الفلاح وهي تعيد الحياة الأرض. هي الوطن يعني صوت الآلة التي تشرف على إنتاج ما يزيد الوطن منعه. الوطن هو هذا الجندي المقاتل، هذا المتابع، هذا الفلاح، هذا الطفل، هذا الكبير. الوطن باختصار هو شعب وفي وجيش أبي وقائد استراتيجي. الديوان هو الديوان الأول للشاعر حسن أحمد حسن، وأي تجربة في بدايتها يمكن أن يكون لها ويمكن أن يكون هناك شيء عليها، لكن إذا قومت هذه التجربة بمعطياتها كلها من جهة المضمون فالديوان يكون لصالح صاحبه ولصالح الكلمة الراقية الوطنية القومية الإنسانية. مجموعة لا شك بأنها تعتني بشكل أساسي بالموسيقى العالية وتعتني بشكل أساسي بالبساطة، لأنها مجموعة قدر لها أن تلقى فوق المنابر. لذلك أدرك الشاعر أن عملية الإلقاء تقتضي منه نمطا من الخطاب الشعري يتسم بالبساطة ويتسم بالموسيقية العالية، وهذا هذه من أكثر الصفات الموجودة في هذه المجموعة. احتوت حقيقة مجموعة كبيرة من الموضوعات الجزئية، كان أهمها حب الشام والتغني بعراقة هذه الأمة، والتغني أيضا بعراقة الحضارة في بلاد الشام، والتغني بالشهداء، والتغني ببطولات الجيش العربي السوري. فكرة كتير كانت حلوة، وبالنسبة للديوان شامل على الشعر الموزون واللي فيه من الصميم انتماء للوطن، للقائد، للشهيد، الحب بكل أسماء معاني. الديوان تضمن مجموعة من القصائد تمحورت حول حب الشام والتغني بأصالتها وحضارتها وبطولات الجيش العربي السوري ومعاني السمو الذي يقدمه الشعب السوري لإخوانه وأشقائه العرب.